بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكملين مع بعض يا شباب في محاضرة جديدة من الأكسس، إزاي نقدر نعدل على البيانات اللي خلاص عملنا لها استيراد ونغير في طبيعة كل عمود من الداتا تايب بتاعته. يعني أنا دلوقتي في بيانات ما ينفعش إن الناس تسيبها والريكورد بتاعهم أو التسجيل بتاعهم يدخل في البرنامج اللي أنا عامله على الأكسس. يعني ايه؟ يعني لازم البيانات تتملي، لازم يحط الاسم الاول، لازم يحط اللقب، لازم يحط الشهادة الجامعية. فازاي ان انا احدد ده؟ هعلم كده على الاسم الاول وهخش من التيبل. في عندي حاجة اسمها تيبل فيلد وفي حاجة عندي اسمها تيبل. من التيبل فيلدز في هنا علامة اسمها ريكوايرد. ريكوايرد دي لو انا جيت دوست عليها كده علامة صح، هنا هو بيقول لي الاكزيستنج داتا فايلن، طبعا علشان في خانات متسابه فاضيه ما كانش العمود ده احنا شغالين عليه ان هو ريكوايرد، فانا هقول له كمل في الجديد، اعمل البيانات الجديده دلوقتي عشان اوصل لاخر ريكورد على طول. هبدا ان انا انزل على السهم اللي اتكلمنا عليه قبل كده. هاجي هنا هسيب الاسم الاول مش هكتبه، هكتب اللقب مثلا حسين او اي حاجه، هنكتب حسين وهكتب الرمز الوظيفي بتاعي ورقم الهوية الوطنية هسيبه، هسيب كل حاجة. طبعا اول لما هعمل كده وادوس في اي مكان فاضي بره الريكورد اللي انا فيها هيقول لي ايه، يو ماست انتر ا فاليو ان ذا الاسم الاولاني في جدول بيانات الموظفين. لازم تكتب هنا، لازم تكتب، مش هدخل الريكورد. فلو انا لغيت الرسالة ودخلت في الاسم الاول مثلا وسميته فهد وضغطت في اي مكان فاضي، خلاص هو قبل معايا الريكورد والريكورد اتسجل. لاحظوا الرسالة اللي كانت ظهرت، علشان هو هنا في بيانات كانت فاضية ما كتبتش، فبيقول لي انت دلوقتي حددت ان العمود ده لازم ان البيانات اللي فيه تبقى required. في بيانات تانية مش required، هتكمل بداية من الجديد. فانا قلت له اه كمل بداية من الجديد. كمان مهم برضو يا شباب نبقى عارفين ان في حاجة اسمها يونيك. يونيك يعني ان العمود ده ما فيهوش تكرار. فانا لو علمت على عمود معين انا مش هسمح فيه بتكرار، وقلت ان العمود ده يونيك وجيت اسجل بيان هو اوريدي مكتوب. يعني مثلا هسجل بيان R1G9K وهدوس ايه، وهدوس انتر. هخلي بس الكي اللي هنا كابيتال زي الكي اللي فوق. اول لما هبعد بعيد عن الكولم اللي انا فيه هيقول لي ايه، هيقول لي the changes you requested طبعا مش هتبقى ناجحه. ليه؟ علشان انت عملت duplicate value في عمود انت محدد انه ما يبقاش فيه تكرار، انت محدد انه ما يبقاش فيه تكرار. فلازم ان احنا نعدل ده علشان هو يقبله. لما اجي اقف بعيد كده هو خلاص دخل الريكورد هنا طالما هو مش مكرر. واتكلمنا في حاجة اسمها الاندكسد، وقلنا ان الاندكسد ده العمود اللي انا هستخدمه زي بالظبط العمود اللي بيبقى فيه البرايمري كي، عمود رئيسي للبيانات هستخدمه علشان اربط ما بين الجداول وبعضها من خلاله، وكمان بيبقى اسمه عمود مرجعي للداتا. الميكانيزم او آلية العمل اللي بيشتغل عليها برنامج الاكسس لما بحدد له ان العمود ده وليكن الرمز الوظيفي اندكسد، طالما هو برايمري كي فهو اوتوماتيك بيبقى متعلم عليه ان هو اندكسد. فمهم جدا نبقى فاهمين يا شباب ازاي نقدر نعدل على البيانات، وازاي نقدر نغير كمان في الداتا تايب بتاعتنا سواء شورت تكست لونج تكست من الادوات اللي فوق دي، ونقدر كمان نعدل في الفورمات. طبعا دي طريقة من التعديل في مرحلة ادخال البيانات، او ممكن اعملها من المرحلة التانية. هقف على الجدول التاني اللي هو المعلومات الوظيفية، ومن فيو هقول له ديزاين فيو. من ديزاين فيو هخش في جدول المعلومات الوظيفية وهقول له ديزاين فيو مثلا. هنا التعديلات هي اللي فاتت، برضو ممكن نعملها من المكان ده. يعني هنا برضو انا ممكن اخلي العمود required، ممكن ان انا اخلي ان هو indexed no duplicate ما يبقاش فيه تكرارات، او ممكن اخليه فيه تكرارات لو انا حابب. فعايزين نبقى فاهم. كمان ممكن احدد يا شباب حجم الحروف اللي بتتكتب. يعني هو شورت تكست 255 دي انا لازم اعملها، لازم اعملها تبقى 255؟ لا، ممكن تحدد ان اللي هيتكتب مثلا في القسم ده ما يزيدش عن وليكن 10 حروف مثلا.
لاحظ ان انا لما هعمل كده وهاجي ان انا احفظ واسيف الجدول بتاعي هقول له يس، انا دلوقتي عملت القسم. هنا بيقول لي ايه بقى؟ اخلي بالي من الرساله دي، هو بيقول لي سام داتا مي بي لوست. ليه؟ ده في داتا هتم فقدها. ليه؟ the size of one or more fields has been changed. طبعا انا غيرت القسم انه ما يقبلش اكتر من 10 حروف، ففي بيانات اوريدي مكتوبه اكتر من 10 حروف، فهو هيمسحها هيطيرها. فخلي بالي من الحاجه دي، لو انا عايزه يطيرها هقول له يس، لو انا مش عايزه يطيرها هقول له ايه؟ هقول له نو. وخلي بالي، وطبعا هو لازم علشان يقبل التغيير يطير البيانات، فبالتالي نخلي بالنا قبل ما نعمل حاجه زي كده. خليها بقى بدل 10 مثلا 20، نجرب نقفل كده هقول له يس برضو لسه. خليها مثلا يا عم 100 ونقفل ونقول له يس. ده تجنبا لعدم فقد البيانات، هي رساله تحذيريه، فنخلي بالنا يا شباب من الرساله دي. وانا بدخل البيانات في بيان المعلومات الوظيفيه المكان الخاص ب اللقب او الرمز الوظيفي على حسب ما انت حابب، بتعدل البيانات بتاعتك من هنا او بتعدلها في مرحله الادخال العاديه لما بندوس دبل كليك كده، ممكن نعدلها من التيبل فيلد. فمعانا هنا بيانات ومعانا هناك طريقه عرض، ودي طريقه عرض تانية. كمان الارقام، يعني مثلا انا تقييم العمل ده ممكن ان انا احط له كوما، ممكن ان انا احط له نسبه مئويه. طبعا لما بخلي بيان واحد بس نسبة بيتحول الباقي نفس الكلام، لان هو انا مش بيتعامل مع بيان بمفرده، لا بيتعامل مع البيانات كلها كحاجة واحدة. ممكن اخليه برضو شكل الكوما ده، عايز اقلل العلامات الديسمال بليسز من هنا. في عندي حاجة اسمها ديكريز ديسمال، بتقلل علامات ودي بتزود علامات عشرية اهو. كمان لو حابب ان انا ادخل عمود واخليه يونيك وهو اصلا في حاجات متكررة، هو مش هيقبل ده، هيقول لي خلي بالك انت دلوقتي بتدخل ان البيانات اللي هتتكتب في العمود ده هتبقى يونيك، مع ان في بيانات هي اوريدي مكررة. فنخلي بالنا من الاوبشنز المتاحة اللي قدامنا، ونشوف كل حاجة فيهم ممكن نحطها ازاي. التعديلات دي ضرورية جدا علشان نخلي البرنامج بتاعنا اللي هنصممه على الاكسس ان شاء الله برنامج قوي، برنامج فيه ادوات كتيرة نقدر نستفاد منها. بس ده كده في الفيديو ده، وان شاء الله هنكمل مع بعض، لسه في ادوات كتيرة جدا مهمة محتاجين نتكلم فيها ونشرحها في الحلقات اللي جاية. ما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بتستفاد قول لأصحابك على الكورسات اللي موجودة في القناة ليرنوز دكتور عبد الرحمن على اليوتيوب، وكمان في موقع اسمه عبد الرحمن أكاديمي على جوجل، تقدر تستفاد منه ومن كورسات كتيرة جدا جدا، وتتضاف لجروب التليجرام. ما تنسوناش من صالح الدعاء، أشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.